ولنقاش وتسليط الضوء على ملف استهداف ناقلة النفط في خليج عمان، ينضم إلينا عبر الهاتف في مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أهلا بكم أستاذ. أهلا بكم. ما هي الاستراتيجية الأمريكية المقبلة في المنطقة بعد اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان؟ منذ البداية كانت الاستراتيجية الأمريكية هي الضغط على إيران ودفعها إما للتفاوض وإما لارتكاب الأخطاء والحماقات، والآن يبدو أن الإيرانيين بدأوا بارتكاب الأخطاء بشكل متواصل، من استهداف الناقلات في ميناء الفجيرة منذ فترة إلى محاولة قصف منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية، والآن كان الاعتداء على الناقلتين اليوم مؤشر خطير جداً على أن إيران بدأت ترتكب أخطاء تؤثر على علاقاتها الدولية وعلى مصداقيتها وعلى قدرتها على إقناع العالم بأنها فعلا دولة مضطهدة ومظلومة، وأن الولايات المتحدة تحاول التأثير على سياساتها، لأن استهداف هذه الناقلات التي تنقل النفط لتغذي اقتصاد الدول المجاورة وخاصة اليابان كما جرى اليوم، هذا معناه أن إيران تحاول التفاوض من موقع القوة بأنها قادرة على إغلاق مضيق هرمز كما وعدت في السابق، وقادر على التأثير على امدادات النفط بما يعيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والنفطي، وبالتالي تحاول الدفع باتجاه التفاوض من جديد ولكن بأقل الشروط الممكنة. والتزامن اليوم أن هذا الانفجار والاستهداف يتم خلال وجود رئيس الوزراء الياباني في طهران لمحاولة التأثير أو على الأقل للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، إنما يعطي مؤشر على أن إيران بدأت ترتكب الأخطاء تحت تأثير الضغط الأمريكي وتحت تأثير الحصار الأمريكي. في هذا السياق، من مصلحة من استهداف ناقلة النفط في خليج عمان وفي هذا الوقت بالذات وبناء على المعطيات التي تفضلت بها؟ البعض قد يظن أن هناك طرفا ثالثا أو رابعا، ولكن الإعلام الإيراني والممارسات الإيرانية والتصريحات حتى الرسمية الإيرانية تضع نفسها موضع المتهم. منذ البداية إيران قالت أنها إذا منعت من تصدير النفط ستمنع الآخرين من تصدير النفط، والإعلام الإيراني الذي يهلل مباشرة بعد عقب كل عملية تفجير أو اعتداء ويعطي لها انطباعا بأنها انتصار بحد ذاته، ثم يعود فيتراجع كما جرى اليوم حين أعلن أن هناك ناقلة قد غرقت بعد احتراقها، ثم عاد ينفي غرق الناقلة وينشر صور وفيديوهات عن الانفجارات، إنما يجعل إيران في موضع المتهم. المستفيد من عملية التفجير هو إيران فعلا التي تحاول التأثير على عملية المفاوضات الجارية الآن في طهران. إيران تحاول أن تستجدي وسيطا يفتح أفقا أو مدخلا للتفاوض من جديد مع الولايات المتحدة، وسطت العراق ودخلت عمان على خط الوساطة وكذلك ألمانيا والآن اليابان. إيران تحت تأثير الضغط الاقتصادي لم تعد تستطيع أن تتحمل، كما أنها اعتادت على القتال في الساحات المجاورة في اليمن في العراق في سوريا وفي لبنان. الآن الإشكال الأمني والإشكال الحقيقي الآن هو على شواطئ إيران نفسها، وإيران الآن هل تستطيع أن تواجه القدرات العسكرية الأمريكية إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية عن كفاء الصين وروسيا عن دعم إيران عسكريا واقتصاديا؟ إيران تشعر بالقلق، ولذلك هي تحاول التأثير على مسار الوضع الأمني والتفاوضي قبل أن يستكمل التحضير الأمريكي لأي حرب مقبلة في حالة هناك حرب، مع أننا جميعا نتمنى أن لا يكون هناك حرب أو أن لا تنشب حرب في المنطقة، لأننا لم نعد نتحمل حروب وخراب ودمار من أجل تنفيذ سياسات مجنونة تمارسها إيران في المنطقة. إيران تدرك أن الاستعداد غير كافي الآن، لذلك تحاول الاستفادة من هذا الوقت قبل أن يستكمل الاستعداد الأمريكي في المنطقة. بعد إعلان مجلس الأمن عن عقد جلسة طارئة، ما إمكانية الخروج بموقف دولي واضح يعزز استقرار السوق النفطية وأمنها؟ الآن الولايات المتحدة أكدت أنها تملك بعض المعطيات والأدلة المخابراتية، إضافة إلى وجود لغم غير منفجر متصف بإحدى الناقلات التي تضررت اليوم. يتبين أن هذه
المتفجرات فعلا إيرانية، ستكون إيران في وضع صعب، وسيكون مجلس الأمن مضطرا لاتخاذ قرار حقيقي في مواجهة إيران يشكل مزيد من الضغط على إيران وعلى سياساتها ومواقفها. إيران أمام ثلاثة ملفات: الملف النووي وصواريخها الباليستية وتدخلها في المنطقة والتأثير على الوضع الإقليمي في المنطقة. شكرا جزيلا لكم مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان قطب، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية.